ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المحتوى الإخباري بوكالة أنباء الإمارات وان. تحية طيبة لك سيد عبد الله وشكرا لانضمامك إلينا. وبصفتك المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بوكالة أنباء الإمارات وان، كيف رصدتم تداول الإعلام العالمي حول دولة الإمارات خلال هذا الأسبوع؟ شكرا لك أخو يوسف. طبعا التفاعل الإعلامي كبير جدا على المستوى الإقليمي والدولي، واسم الإمارات حاضر في كل وقت وكل حين، لكن يعني في الأيام الماضية كان اسم الإمارات حاضرا بكثافة أكبر في وسائل الإعلام الدولية، وهذا طبعا يعني يعود إلى أهمية دولة الإمارات وأيضا أهمية القيادة السياسية وتأثيرها وأثرها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأيضا دليل على قوة العلاقات التي تملكها دولة الإمارات، سواء العلاقات الدبلوماسية أو العلاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أشكال العلاقات. وأيضا كل هذا الزخم نتاج طبيعي لسلسلة الإنجازات العظيمة اللي كان صداها عالمي وسطرها فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه، ومآثر الكثيرة التي لا تعد، إضافة أخو يوسف إلى الحضور والتأثير القوي لشخصية استثنائية مثل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله. كل تلك العوامل جعلت الإمارات محط أنظار الإعلام العالمي وضجت شبكات التواصل الرقمي والمنصات الإعلامية اللي واكبت الحدث من اللحظة الأولى بما يليق بمكانة الإمارات. أستاذ عبد الله، الوطن بايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. السؤال هو كيف ينظر المواطن اليوم إلى بداية فصل جديد في تاريخ دولته بقيادة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؟ أخو يوسف، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصية قريبة من الناس ويحظى بكل الحب والتقدير والولاء. مسيرته الحافلة بالإنجازات واهتمامه بأبناء الوطن وحرصه على رفعته وازدهاره تجعلنا مطمئنين وواثقين بقيادته وبحكمته. محمد بن زايد ماضيه عاش بالقرب من زايد المؤسس وخليفة قائد التمكين، والحاضر هو يوسف، حاضر محمد بن زايد هو ما نراه جميعا من إنجازات وازدهار ورقي للوطن عمل عليها وتفانى من أجلنا. فكم من أزمة هو يوسف كان هو صمام الأمان فيها، وكم محنة وعاصفة كان هو القائد اللي يدير دفة الأمور بحكمة ورؤية ثاقبة. صحيح، جعلت العالم كله وليس الإمارات فقط، العالم كله ينبهر بهذا القائد. فبإذن الله المستقبل سيكون أكثر إبهارا وأكثر ازدهارا بقيادة هذا القائد المعلم والمربي والملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي كسب القلوب بأفعاله وإنجازاته بإذن الله تعالى. أستاذ عبد الله، المقطع المصور لاجتماع الاتحاد لاقى انتشارا واسعا داخليا وخارجيا وعبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية والمواقع الإلكترونية أيضا، فما هي الرسائل التي يمكن قراءتها من هذا الاجتماع التاريخي؟ فعلا هو مقطع للتاريخ، اجتماع في 3 دقائق لكن يحمل في طياته رسائل ودروس ملهمة، هي رسائل فعلا ودروس عميقة. بكل بساطة وعفوية وصدق وولاء يتم انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات. أين تجد مثل هذه المنظومة المنسجمة المتوافقة على حب القائد وأيضا الحرص على مصلحة الوطن؟ المقطع أظهر الثقة والحب المتبادل بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، واللي انعكست في اختيار وانتخاب رئيس الدولة في جلسة قصيرة اختصرت الكثير. لماذا؟ لأن الأساس متين وراسخ وثابت. هذا المقطع له دلالات عميقة وبيكون بإذن الله إرث سياسي لدولة الإمارات،
وسيجعل الأجيال الحالية والقادمة فخورة بما تحقق، وينير لهم الطريق بإذن الله نحو مستقبل مبهر بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. حفظه الله ورعاه. السيد عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المحتوى الإخباري بوكالة أنباء الإمارات وام، شكرا جزيلا لك.